أنتوان جريزمان حلوة برشا خطيرة والهدف الأول 1-0 عن طريق اللاعب بيريز عن طريق بيريز هذا هو البرسا بمن حضر أنا ما أقول لكم أن البرسا ممكن يتقدم في سكور أنا ما أكلمكم أن المباراة لن تكون سهلة هناك دوافع للكتالان هناك الشبان هناك الاحتياطيين هناك الصغار يريدون أن يدخلوا معقل الكبار